رحمة الله وبركاته. نعم، قلت أنا أفضل في مثل هذه الفعاليات اللي تتم بفريقين، مثلا في نصف الساحة لتمارين الربط اللي سميتها أني فيزيكال تكنيكال، تمارين درلز، تمارين بدنية فنية فيها كل شيء. اللاعب يحصل على الركض، الدحرج، المناولة، تبديل المراكز، وأنواع مختلفة من المسافات جيدة، لأن هذا ما يحدث في المباراة. قلت أنا وتوصية خجولة، قلت أتمنى من المدربين بعد أن تضع هذه الفعاليات التدريبية بعد فترة الإحماء تلحقها مباشرة باللعب 9 و9، لأن أنا عندي 9 و9، سواء على أهداف، سواء على أهداف صغيرة، سواء تقسيمة على أهداف كبيرة، سواء تغير مساحة اللعب، سواء تغير مكان الأهداف، المهم يتم ما يعرف باللعب بعد هذه التمارين. لماذا؟ لأن أنا أريد نفس المجموعة اللي على اليمين تلعب جيم مع نفس المجموعة على اليسار، يعني اللي نفذوا تمارين الربط الأصفر أضعهم نفس المجموعة، ما غيرهم، لأن هو هذا اللي أريد. أنا أريد ما يعرف سميناه إحنا بفهم اللاعبين للواحد للآخر، بسلوكهم الحركي، برغباتهم، بما يعرف بتصورهم عندما تكون الكرة مع زميل، وبإمكانية أن يكون كوميونيكيشن بين هاي المجموعة الصفراء. فأنقل هاي المواصفات للعب، يكون أحسن بدل ما أجيب أصفر أخليه ويا الكحلي والكحلي أخليه ويا، لا 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 لا، أنا لا أفضل، قد غيري يفضل. أنا أأيده، يعني أنا رأيي هذا، حتى لو عارضني أي شخص أكون ممنون يعني، لكن أنا هاي فلسفتي، أنه ما أغير من هاي المجموعتين اللي عملت تمارين الربط إطلاقا، نفس المجموعتين أضعهم في وضعية لعب معينة، بس لكن تحقق لغرض وهدف. فإن شاء الله الكلام يوصل، وتمرين بسيط، واحد دحرجة مرر إلى 2 على رأس منطقة الجزاء، 2 يربط للكرة ويلعب مباشر أمام 3، 3 يهبط للكرة يشوف كله للفراغ ويلعب إلى 1، 1 يرد للكرة كمناولة جدارية، 3 يهاجم الكرة يردها لـ4، انتقلت الكرة إلى 4، و3 يجي خلف مجموعة 4، و1 راح خلف مجموعة 2، و2 راح خلف مجموعة 3، بس من الجهتين فترة معينة كذا، وأدلو بدلو الفني وأضع تمرين لعب في نصف الساحة حسب الهدف اللي يريده المدرب. قد البعض يعتقد انه احنا يعني نضع فلسفة نجبر المدربين، المدربين احسن من عندنا، عندهم فلسفة وعندهم تدريب، لكن انا من النوع اللي اقول افضل، يعني هاي ماي فيفورت تريننج، هاي تمارين المفضلة اللي انا اسسها، يعني ما في واحد قال بعد هاي التمارين العب على هدفين نفس الفريق، انا قلت العب على هدفين، كلم اللاعبين اعطيهم راحه، خلي يشربون ماي، شنو عندك انت ريفريشن، اوكي جاهزه تكون الساحه اللي تريتها جاهزه، اوكي حاضر، انتوا هذا لكم الهدف، انتوا هذا لكم الهدف، العبوا على الجولين، العبوا حر، انتهتم العبوا حر، تعالوا او اي لعبه اخرى سميناها احنا يعني تكتيكال براكتس جيم او تكتيكال جيم، اي لعبه اخرى. هو هذا المعني بوضع هذا الفيديو القصير. شكرا للجميع طبعا.